هذا هو الحبيب. ايه دور علماء الحديث في حفظ السنة في النبي؟ ده يعني يذكرني برجل كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللبن. نعم. فقيل له لما؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيد في آخر صلاته من الجبن، والجبن يصنع من اللبن. نرى اليوم إيزاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وحمله للأحاديث. أهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى يعرفون مقام آل البيت. أين؟ ويعرفون حدود المحبة الشرعية لآل البيت. ما الواجب على الشباب؟ محبة كثير من الناس هي في الحقيقة محبة صورية. فإحنا بنقول للشباب ارجعوا إلى أهل العلم، هو ده أسرع سبيل إلى الوصول للالتزام. لكن أنا مش هقدر أقول للناس كلهم ادخلوا في الكتب واقروا. إلزم العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. رضي الله. رضي الله عن الحسين. نعم. ورضي الله عن السيد. أي نعم. حسن. حسن. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. صلى الله. ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين المسلمين. نعم. وسمي العام عام الجماعة. هذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. حلقة خاصة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وفي ضيافته فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، تأتيكم في هذا الموعد، انتظرونا.